بعد أن تعلق دواسة البنزين وتتعطل فعالية دعسة المكابح، فإنك ربما تفكر في استخدام مكابح الطوارئ، ثم في القيادة نحو جانب الطريق لتخفيف الاندفاع. إن استخدام مكابح الطوارئ عند السرعات العادية يمكن أن يتسبب بإقفال العجلات الخلفية وتعرض السائق للخطر. لكنك تقود بسرعة 175 كيلومتراً في الساعة. حتى ولو تمكنت من الاستمرار في التحكم محاولاً استعمال الأرض الصلبة على جانب الطريق، فإن المشكلات ستزداد سوءاً. ليس لدى سائقة هذه السيارة خيار سوى التوجه إلى طرف الطريق لتجنب السير. إنها حقاً محظوظة، لأن الأرض الصلبة والسطوح المتعرجة تجعل السائقين يفقدون السيطرة في أغلب الأحيان ويطيرون نحو انقلاب مميت. لذلك إذا اخترت استخدام مكابح الطوارئ والقيادة نحو طرف الطريق، قد تكون قد ارتكبت غلطة مميتة. ومع انطلاق سيارتك بسرعة لا يمكن التحكم بها، يمكنك إطفاء المحرك ومحاولة قيادتها نحو الأمام. لكن هل هذا حقا أفضل خيار لديك؟ إغلاق مفتاح الاشتعال يمكن أن يؤدي إلى إقفال مقود القيادة، وعندما تخفف من السرعة لن يكون في مقدورك أن تغير الاتجاه، ما يتركك عاجزا عن تجنب المحتوم. إذا اخترت أن تطفئ المحرك تكون قد حددت مصيرك. إذن ماذا يجب أن تفعل؟ إذا أردت أن تنجو من هذه القيادة المميتة والمخيفة، فإن أفضل شيء تقوم به هو وضع جهاز التعشيق في حال الحياد. وعندما تفصل ناقل الحركة فإنك تفصل جهاز التعشيق الذي يجمع المحرك بكراسي المحور. ومع أن التحكم بمحركك سيبقى من دون جدوى، فإن وضع السيارة في حال الحياد سيؤدي إلى كبح جماحها من الانطلاق. اضغط بقوة على المكابح، ومع انعدام القوة التي يولدها المحرك لدفع السيارة، فإن نظام مكابح السيارة يستطيع الآن تخفيف سرعتها، ما سيسمح لك بإنهاء هذه المحنة المميتة. ضع السيارة في حالة الحياد، هذا ما يجب أن تفعله إذا كنت لا تريد الموت.